ننتقل لخبر آخر وهو خبر من جريدة الأخبار وعودة لرأي حضرتك عن الطوارئ. وزير الداخلية تصريح لوزير الداخلية بيقول فيه جاهزون لتأمين الشوارع عقب انتهاء الحظر، والرئيس المعزول محمد مرسي ينقل من مستشفى سجن العرب إلى زنزانته في سجن العرب اللي هيكون محبوس فيها تحت يعني حتى الفصل في قضيته خلال يومين على الأكثر. تابعت المحاكمة يا أستاذ أسامة؟ شفتها. كان انطباعاتك عن مشهد المتهمين؟ الحقيقة كان المشهد مدته ثواني، يعني أنا كنت أتمنى أن المحاكمة تنقل كاملة علشان خاطر نقدر نقعد نقيمها ونتكلم عنها، إنما هو مشهد اللي استمر ثواني ده ما أقدرش أقول من خلاله، يعني ما أقدرش أن أنا أبني عليه قصص وحواديت وروايات. يعني اللي نعرفه عن المحاكمة عرفنا من اللي قرينا اللي قرأنا، فمن خلال اللي قرأنا ده أنا ما أقدرش يعني أكون رأي أو عقيدة سياسية أقدر أحكيها للقراء، وإلا هيبقى الهوى هو اللي بيحكم. يعني برضو غياب الشفافية هي دي واضح أنها آفة هذه الأيام التي نعيشها، غياب الشفافية. كان في رأي أن المحاكمة لا تذاع على الهواء علشان كان هناك استعداد من جماعة الإخوان المسلمين للنزول في المظاهرات اليوم ده، فلم تذاع المحاكمة على الهواء علشان ما ياخدش دكتور محمد مرسي الموقف يلقي برسالة أو ببيان أو يستغل الموقف من داخل المحاكمة ويخرج هذا البيان أو الرسالة إلى قواعد الإخوان في الأرض. والله ده حقه كمتهم، يعني من أبسط حقوق المتهم إنك تسمعه وإنه يسمع صوته للناس كلها اللي بتتابع المحاكمة. يعني إحنا بنخترع قواعد قانونية جديدة، ده أبسط حقوق المتهم. يعني أنا ما أعرفش ليه إحنا برضو لسه مصرين على يعني تجاهل العقل والمنطق.